الرحمن الرحيم، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله في الفيديو ده هناخد فرق الجهد الكهربي عشان تفهم يعني ايه فرق جهد كهربي. فتعالى كده، احنا خدنا لو احنا عندنا سلك، السلك ده سلك طبعا من المادة موصلة، فالسلك ده الالكترونات بتاعت التكافؤ فيه بتكون حرة. يعني ايه الالكترونات حرة؟ يعني غير مرتبطة بالنواة. وبالتالي هتلاقي ان انت جوه السلك كده كل ذرة، لو مثلا ده نحاس بيحتوي على الكترون واحد في المدار الخارجي، فالالكترون اللي في المدار الخارجي غير مرتبط بالنواة، بمعنى ان النواة غير مرتبط سوري بالذرة، بمعنى ان الذرة كده تحولت لأيون موجب والالكترون موجود في مكان عشوائي كده، بحيث ان انت عندك لو ده السلك بتاعك، فانت هنا هتلاقي لو فرضنا هنا ان السلك بتاعنا فيه بس، او خدنا حته صغيره من السلك وفضلنا نكبرها او حاجه صغيره جدا يعني، فانت عندك فيه 5 ذرات هنا، هتلاقي ان الشحنه الكليه بتاعت السلك ده بكام؟ بزيرو. يعني ايه الشحنه الكليه بزيرو؟ يعني السلك ده متعادل. ليه؟ عندك 5 ايونات موجبه، كل ذره فاقده الكترون، وعندك 5 الكترونات سالبه، وبالتالي الشحنه الكليه بصفر. وبالتالي اي سلك متعادل كهربيا. لو انت خدت اي سلك، سلك من نحاس، سلك من المونيوم الاخ، هتلاقيه السلك ده متعادل كهربيا، يعني الشحنه الكليه اللي جواه بصفر. طيب الالكترونات دي نتيجه ان هي حره وعندك في درجه الحراره العاديه بتمتلك طاقه حراريه، وبالتالي الالكترونات دي بتتحرك بعشوائيه في جميع الاتجاهات بالشكل ده. تلاقي مثلا الالكترون ده بيتحرك كده في لحظه معينه، وده بيتحرك كده، ده بيتحرك كده، ده كده، ده كده الى اخره. فالالكترونات دي بتتحرك بعشوائيه، ملهاش اتجاه محدد، وبالتالي مفيش تيار كهربي هيمر. يعني لو انت جبت السلك ده ورحت جاي موصله بمصباح كهربي، فانت عندك هنا ايه؟ المصباح ده مش هيضيء. ليه؟ لان مفيش تيار كهربي بيمر. طيب عشان يمر تيار كهربي، فانا بجيب البطاريه وبوصل البطاريه دي مثلا هنا. فلما اوصل البطاريه دي هنا، بلاحظ ان الالكترونات بتتحرك من القطب السالب للحد الموجب وبيمر تيار كهربي، وبالتالي المصباح ده بيضيء، واتجاه التيار طبعا الفعلي بيكون كده. طيب لما حطيت البطاريه انا عملت ايه؟ انا عملت فرق جهد بين طرفي المصباح. طيب فرق الجهد ده اهميته ايه بقى؟ لو انت هنا حطيت الطرف السالب ده هنا والطرف الموجب هنا، بيتكون حاجه اسمها مجال كهربي. المجال الكهربي ده بينشأ عنه قوة بتأثر على الإلكترونات. طبعا أنت مش عليك المجال الكهربي، وبالتالي سيبك منه. هنفترض هنا، أو عشان نبسط الموضوع، أنت عندك هنا الطرف ده سالب، اللي هو الطرف البطارية السالب. ده طرف البطارية السالب، فإحنا هنا عشان نسهل الموضوع، السالب ده الطرف السالب بيتنافر مع الإلكترونات السالبة، وبالتالي اتجاه الحركة هيبقى كده، الإلكترونات دي هتتحرك بالشكل ده. ده الأزرق، بدل ما كانت بتتحرك عشوائيا هتتحرك في الاتجاه ده، كذلك ده هيتحرك كده، كذلك ده هيتحرك كده، كذلك ده هيتحرك كده، كذلك ده هيتحرك كده. وبالتالي عندك هنا البطاريه نشأ عنها حاجه اسمها فرق جهد. فرق الجهد ده اثر على الالكترونات بقوه حركها في اتجاه معين. طبعا الالكترونات دي وهي بتتحرك بتصطدم بالذرات بتاعه الموصل، وبالتالي بيبقى برضه في مقاومه. ولكن هنا اللي حصل ان انا وحدت الاتجاه، ورغم الاصطدامات، يعني مثلا هديك مثال، انا عندي الالكترون متحرك كده، اما يصطدم بالذره هيرجع كده. طبعا انا باثر عليه بقوه في الاتجاه ده، وبالتالي هتفضل سرعته تقل 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 لحد ما توصل للصفر ويرجع يتحرك في نفس الاتجاه تاني. بيفضل يصطدم ويرجع، يصطدم ويرجع، ولكن بعد زمن مثلا بيتحرك كده، او تعال نعمله هنا، بيتحرك كده، بعد زمن معين بلاقي ان الالكترون هنا. يعني ايه؟ يعني قطع مسافه، وبالتالي هنا في ايه؟ في فيض من الالكترونات بيتحرك،
بيتحرك في الاتجاه ده. الاول قبل ما احط فرق الجهد كان عندك الحركه عشوائيه، وبالتالي لو جيت عند اي مقطع كده هتلاقي ان محصله الشحنه اللي بتعبر هنا خلال زمن معين بصفر، لان في الكترونات بتروح في الكترونات بتيجي، المحصله بيساوي صفر. بعد ما حطيت فرق جهد كده الالكترونات كلها بتتحرك في نفس الاتجاه، هي طبعا بسبب التصادمات بتبقى الحركه ايه، مش في اتجاه، مش في خط مستقيم، ولكن هي كلها عاوزه تروح للاتجاه ده. وبالتالي عند اي مقطع كده هتلاقي ان في عدد من الالكترونات بيمر خلال زمن معين، وبالتالي بينشا التيار الكهربي، وبتبدا الالكترونات تتحرك من هنا من القطب السالب وتروح للقطب الموجب. الالكترونات بتطلع من هنا من البطاريه تدخل هنا وتفضل تتحرك الالكترونات لحد ما ترجع للقطب الموجب تاني. يبقى احنا هنا فهمنا ان فرق الجهد ده ادى ان الحركه بتاعت الالكترونات بقت في اتجاه معين. يبقى هنا اول حاجه فرق الجهد بيعملها يجعل الالكترونات تتحرك في اتجاه معين، بحيث ان انت عندك هنا في سرعه محصله او في ايه، او في عدد محصل من الالكترونات بيمر خلال مقطع معين في اتجاه معين خلال زمن، وبالتالي في تيار كهربي. يبقى يجعل الالكترونات تتحرك في اتجاه معين، وبالتالي ينشا التيار الكهربي. طيب تاني حاجه عشان تفهم الحته دي، انا دلوقتي عشان اخلي الاله الحاسبه دي تتحرك في اتجاه معين بعمل ايه؟ انا هنا اثرت على الالكترونات بقوه، نفس الفكره انا هاثر على الايه، على الاله الحاسبه دي بقوه عشان احركها في اتجاه معين. وبالتالي لما باثر على الاله الحاسبه بقوه فانا ببذل شغل، وبالتالي نتيجه فرق الجهد ده ففي شغل ببذله على الالكترونات عشان احركها من مكان لمكان. وبالتالي فرق الجهد ده هو اللي بيخلي فيه طاقه احرك بيها الالكترونات. وبالتالي عندك هنا فرق الجهد يعطي او يوفر الطاقه الكافيه لكي تتحرك الالكترونات في اتجاه معين. طبعا فرق الجهد ده بيكون ناشئ من المصدر الخارجي اللي هو البطاريه. البطاريه دي انا بشحنها بديها طاقه، الطاقه دي بستخدمها عشان احرك بيها الالكترونات عن طريق ان انا فرق الجهد. وطبعا في حاجه اسمها مجال كهربي، دي مش عليك وبالتالي مش هنتعرض له. طيب انا عايز بقى هنا اجيب فرق الجهد الكهربي. هناخد شحنه واحده من هنا، لو انا عندي مثلا نقطتين اهم، انت عندك هنا الالكترون ده بعد فتره مثلا بقى هنا، يبقى هو اتحرك بالشكل ده لحد ما وصل للنقطه دي، يبقى هنا الالكترون بعد فتره بقى هنا. طبعا عشان تحرك الالكترون من هنا وتجيبه هنا بغض النظر عن اتجاه المسار اللي هو اتحرك فيه، فانت هنا بتعمل ايه، بتبذل شغل. لو فرضنا ان الشغل اللي انا ببذله عشان احرك الالكترون من هنا لهنا اسمه دبليو او قيمته دبليو، يبقى ده الشغل المبذول لتحريك الالكترون ده عباره عن شحنه كهربيه، هنفترض ان هو مش الكترون واحد، اكتر من الكترون، يبقى تحريك كيو شحنه اللي هي شحنه كهربيه من النقطه واحد للنقطه اتنين، من نقطه واحد الى نقطه اتنين. فانا عندي هنا الشغل المبذول اللي انا بذلته عشان احرك الالكترون من هنا عشان هنا، طبعا لو اكتر من الكترون نسميهم كيو مثلا، عدد من الالكترونات، ماشي. ففرق الجهد بقى هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن الشغل اللي انا بذلته ده مقسوم على الشحنة الكلية. تاني كده، انا عندي شحنة كهربية، عدد من الالكترونات عند المقطع ده مثلا، عدد الالكترونات ده او الالكترونات دي لها شحنة كيو، عشان احرك الشحنة دي من هنا واجيبها هنا، اللي هي الالكترونات دي عشان تتحرك من هنا لهنا بين النقطتين دول، فانا ببذل شغل ايه، شغل كهربي. فرق الجهد ما بين النقطتين دول بيساوي ايه، بيساوي الشحنه او الشغل اللي انا بذلته على الشحنه الكليه. وبالتالي اقدر اعرف فرق الجهد الكهربي واقول هو الشغل المبذول لنقل
وحدة الشحنات الكهربية. طيب أنا هنا لسه قايل إن فرق الجهد ده بيكون بين نقطتين، وبالتالي المفروض هنا أقول فرق الجهد الكهربي بين نقطتين. يبقى فرق الجهد الكهربي بين نقطتين هو الشغل المبذول لنقل وحدة الشحنات الكهربية بين الإيه؟ النقطتين. طيب واحد هيقول لي بس أنت هنا بتقول نقل وحدة الشحنات، ما أنت لما تقسم الشغل الكلي على الشحنة الكلية هتجيب الشغل الكلي شحنة. بمعنى إن لو ده مثلا ب 10 جول وعندك الكيو ب 5 كولوم، فانت لما تقسم ال 10 جول على 5 كولوم هيطلع معاك ايه؟ 2 جول لكل كولوم. يعني انت هنا بذلت 2 جول شغل، الشغل اللي انت بذلته 2 جول لكل واحد كولوم اللي هو وحده الشحنات، وبالتالي انت بتقول هنا ايه؟ الشغل الكلي على الشحنه الكليه بيديك الشغل المبذول لوحده الشحنات. طبعا من القانون ده هتلاقي هنا ايه؟ احنا بنقول ان الدبليو بيتقاس بالجول، ده شغل او طاقه، والكيو بيتقاس بالكولوم، وبالتالي وحده فرق الجهد بنسميها الفولت، ودي بتتقاس او فرق الجهد يعني بيتقاس بالفولت، والفولت بيساوي جول على كولوم. تاني كده نلخص اللي احنا قلناه. احنا عندنا دلوقتي الالكترونات بتتحرك بعشوائيه داخل الموصل، عشان اخلي الالكترونات تتحرك في اتجاه معين فانا لازم يكون ما بين النقطتين دول فرق جهد عشان تتحرك. طبعا لما بحط مصدر كهربي او بنشئ فرق جهد ما بين طرفي الموصل، الالكترونات بتتحرك من اتجاه اللي هو الاتجاه السالب للاتجاه الموجب، بوحد الاتجاه بتاعها، وبالتالي في هنا ايه؟ شحنه محصله بتعدي خلال اي مقطع من الموصل، وبالتالي نشأ التيار الكهربي. طيب الشغل بقى اللي انا ببذله عشان احرك الالكترونات دي، لو قسمته على الشحنه الكليه للالكترونات اللي انا حركتها ما بين نقطتين معينين، فانا كده جبت فرق الجهد ما بين النقطتين. وبالتالي فرق الجهد الكهربي بين النقطتين هو الشغل المبذول لنقل وحده الشحنات الكهربيه بين النقطتين، وده بيتقاس بالفولت، والفولت بيساوي جول على كلوم. طيب اقدر هنا اعرف الفولت، الفولت عباره عن ايه؟ الفولت لو انا عاوز اعرف الفولت فهخلي ده بواحد جول وده بواحد كولوم، وبالتالي الفولت هو الشغل سوري الفولت هو فرق الجهد الكهربي بين نقطتين عند بذل شغل مقدار واحد جول لنقل شحنه كهربيه مقدارها واحد كولوم بين النقطتين. تمام كده؟ يبقى انت عندك هنا الفولت هو فرق الجهد الكهربي بين نقطتين عند بذل شغل مقداره واحد جول لنقل شحنة كهربية قدرها واحد كولوم بين النقطتين. طيب لو انا عايز ارسم العلاقه ما بين الشغل والكيو، لو انت عندك مثلا ناخد نقطتين، عندك ادي بطاريه وادي عندك مصباح اهو، وادي النقطتين اهم، ادي النقطه الاولى وادي النقطه الثانيه. طبعا التيار الكهربي بيمر الاتجاه بتاعه كده، والالكترونات بتتحرك من هنا لهنا. مع الزمن ايه اللي بيحصل؟ مع مرور الزمن الشحنات اللي بتنتقل من النقطه دي للنقطه دي بتزيد، لان في تيار بيمر، وبالتالي طالما ان في تيار بيمر انت عارف ان الاي بتساوي الكيو على التي، الزمن بيزيد والكيو تيار ثابت في الدايره، الكيو اللي بتمر خلال نقطه معينه بتزيد، وبالتالي الشحنه المنتقله من هنا لهنا بتزيد، وبالتالي الشغل المبذول بيزيد يزيد مع زيادة الشحنة المنتقلة ما بين النقطتين، وبالتالي العلاقة بين الدبليو بالجول والكيو بالكولوم هتبقى علاقة خط مستقيم بالشكل ده. كل ما الشحنة اللي منتقلة ما بين النقطتين تزيد معناها ان انا بذلت شغل اكبر عشان انقل الشحنات دي. وبالتالي لو جيت تجيب الميل هيبقى دلتا دبليو على دلتا كيو، ده بيساوي ايه؟ بيساوي فرق الجهد ما بين النقطتين،
اللي هو في. طبعا انا عارف ان طالما ان البطارية زي ما هي والمصباح زي ما هو، وبالتالي شدة التيار اللي ماشي في الدايرة هتفضل زي ما هي. طالما ان شدة التيار اللي في الدايرة ماشي زي ما هي او زي ما هي، فانت عندك فرق الجهد ده برضه هيفضل زي ما هو. يعني فرق الجهد لو الدايرة بتاعتك مفيش حاجة فيها اتغيرت، فرق الجهد ما بين النقطتين هيفضل ايه؟ هيفضل ثابت، لأن كل ما الشحنة اللي ما بين النقطتين بتزيد، المنتقلة ما بين النقطتين تزيد، معناها إن الشغل هيزيد بنفس الايه؟ بنفس النسبة. نيجي بعد كده، طيب بنقيس بقى فرق الجهد ازاي؟ عشان تقيس فرق الجهد، لو احنا عندنا مثلا ادي بطارية وعندنا مثلا هنا مقاومة وعايزين نقيس فرق الجهد ما بين طرفي المقاومة، نعمل ايه؟ احنا بنقيس فرق الجهد ما بين نقطتين، وبالتالي بنحط الجهاز اللي بنقيس بيه ما بين النقطتين دول. الجهاز ده اسمه الفولتاميتر، فولتاميتر. وبالتالي يقاس فرق الجهد بين نقطتين بجهاز الفولتاميتر، فولتاميتر. وجهاز الفولتاميتر ده يوضع الجهاز او يوصل الجهاز بين النقطتين المراد قياس فرق الجهد بينهما. يبقى تاني، فرق الجهد بين النقطتين بيقاس بجهاز الفولتاميتر. طيب بوصله ازاي؟ بوصله الجهاز بين طرفي او بين النقطتين بحيث يقيس فرق الجهد بين النقطتين. الحاجة اللي بعد كده معانا فرق الجهد لابد ألا يساوي صفر لكي يمر تيار بين نقطتين. يعني لو أنا عندي هنا المقاومة دي، عشان يمر تيار في الدايرة دي فلازم يكون إيه؟ لازم يكون في فرق جهد ما بين النقطتين دول. ليه؟ لأن إحنا لسه قايلين وإحنا بنشرح دلوقتي إن فرق الجهد ده هو اللي بيخلي الإلكترونات تتحرك في اتجاه معين، وبالتالي لو مفيش فرق جهد الإلكترونات مش هتتحرك في الاتجاه ده وهتتحرك بعشوائية. وبالتالي عشان يكون أو عشان يكون في تيار كهربي فلابد أن يكون في فرق جهد بين النقطتين. يبقى هنا إذا كان فرق الجهد بين نقطتين يساوي صفر لن يمر تيار كهربي، وبالتالي إذا كان فرق الجهد بين النقطتين لا يساوي صفر يمر تيار كهربي. طبعا معنى ان فرق الجهد بين النقطتين بيساوي صفر ان لو دي نقطة واحد ودي نقطة اتنين فجهد نقطة واحد بيساوي جهد نقطة اتنين، يعني هنا في واحد بتساوي في اتنين. معنى ان فرق الجهد بين النقطتين لا يساوي صفر، فمعنى كده ان جهد نقطة واحد لا يساوي جهد نقطة اتنين. لو جهد نقطة واحد اكبر من جهد نقطة اتنين التيار هيمشي كده، لو جهد نقطة واحد اقل من اتنين هيمشي كده. طبعا هناخد الجهد عند نقطة وهنفهم يعني ايه الجهد ده، او امتى اقول ان الجهد ده اكبر وامتى اقول ان الجهد ده اقل لما ناخد الجهد عند نقطة. طيب عاوز برضو اوضح حاجة مهمة. احنا بنفترض ان المقاومة بتاعت الاسلاك، اسلاك التوصيل، بنفترض ان المقاومة بتاعتها بصفر، وبالتالي لو المقاومة بتاعت اسلاك التوصيل بصفر فرق الجهد بين طرفيها هيبقى بصفر، ولكن رغم كده بيمر تيار كهربي. طبعا مفيش حاجة في الدنيا المقاومة بتاعتها بصفر، وبالتالي في مقاومة، ولكن المقاومة صغيرة جدا وبالتالي بنهملها، وبنهمل فرق الجهد ما بين النقطتين دول. فرق الجهد ما بين النقطتين دول بيكون اسمه الانخفاض في الجهد. طبعا وده برضه اسمه الانخفاض في الجهد. المهم فاحنا هنا لان المقاومة، اما ناخد المقاومة هنفهم الحتة دي،
لان المقاومه بتاعت الاسلاك بتكون صغيره جدا، فانت هنا بتفترض ان ايه، ان المقاومه دي بصفر، وبالتالي فرق الجهد هيبقى بصفر. ولكن في الواقع مفيش حاجه المقاومه بتاعتها بصفر، وبالتالي لما اقول لك فرق الجهد بين النقطتين بيساوي صفر لن يمر تيار، وفرق الجهد بين النقطتين لا يساوي صفر يمر تيار، فانت هنا بتطبق الكلام ده على المقاومات. ليه؟ لان احنا هنا لما بناخد الاسلاك بنفترض ان المقاومه بتاعتها بصفر، وبالتالي فرق الجهد بصفر وبيمر تيار برضه. فهمت الفكره؟ فانت عندك هنا الكلام ده اللي احنا بنقوله ده بنفترض ان هو، او بنقول ان هو ما بينطبقش على الاسلاك. ليه؟ لان الاسلاك بنفترض ان المقاومه بتاعتها بصفر وفرق الجهد بينها بصفر، وفي نفس الوقت بيمر تيار. اتمنى تكون الفكره وصلت يعني. بس هناخد بقى شويه مسائل. الاسئله اللي على فرق الجهد الكهربي، اول سؤال بيقول لك يجب توصيل الفولتميتر دائما. احنا قلنا في الشرح ان الفولتميتر بيوصل على التوازي بحيث ان هو يقيس فرق الجهد ما بين طرفي النقطتين، المراد قياس فرق الجهد بين طرفي، وبالتالي يجب توصيل الفولتميتر دائما على التوازي. اي من ما يلي وحده قياس فرق الجهد الكهربي. فرق الجهد الكهربي بيتقاس بوحدة الفولت، وطبعا الفولت بيساوي جول على كولوم. رقم 3، إذا بذل الشغل قدره 30 جول، يبقى أنت عندك ده الدبليو، لنقل شحنة كهربية قدرها 15 كولوم، ده الكيو، بين نقطتين في دائرة كهربية مغلقة، فإن فرق الجهد الكهربي بين النقطتين عايزين الفي. طبعا احنا قلنا إن الفي بتساوي دبليو على كيو. هو هنا بيقول لك إن أنت بذلت 30 جول عشان تنقل شحنة كهربية قدرها 15 كولوم، وبالتالي 30 على 15 هيديك 2 فولت. لحد دلوقتي الأسئلة بسيطة. 4، إذا بذل الشغل قدره 30 جول W لنقل 5 في 10 سالب، سوري دي هتبقى 10 أس 19، 5 في 10 أس 19 إلكترون، ده الـ N، بين نقطتين في دائرة كهربية مغلقة، فإن فرق الجهد الكهربي بين النقطتين يساوي نفس الفكرة، فرق الجهد بيساوي W على الكيو. والكيو اللي هي الشحنة الكلية اللي انتقلت ما بين النقطتين هتساوي عدد الإلكترونات اللي انتقلت ما بين النقطتين في شحنة الإلكترون، وبالتالي الـ V بتساوي W على الـ Q اللي هي الـ N في الـ E. تعالوا نكمل هنا. وبالتالي الـ V بتساوي W 30 جول على الـ N 5 في 10 أس 19 في الـ E 1.6 في 10 سالب 19. ده هيروح مع ده، هتفضل معاك 30 على 5 في 1.6. هيطلع معاك 3.75%. السؤال رقم 5، الرسم البياني الآتي يوضح العلاقة بين الشغل المبذول لنقل شحنة كهربية بين طرفي مقاومة كهربية مقدارها 5 أو، يبقى أنت عندك ده الأعر، ومقدار تلك الشحنة، فإن فرق الجهد الكهربي بين النقطتين عايزين الفي. طبعا أنت ما أنتش محتاج الأر في حاجة، أنت لسه ما خدتش أصلا المقاومة. هو هنا عطيك العلاقة بين ال W وال Q، احنا لسه قايلين دلوقتي ان انت لو انت عندك نقطتين شدة التيار ثابتة في الدائرة، او بغض النظر يعني طالما ان هنا في الكترونات بتعدي، فانت عندك الشحنة الكهربية بتزيد، وطبعا كل ما الشحنة الكهربية بتزيد لو فرق الجهد ما بين النقطتين ثابت، فمعنى كده ان كل لما الشحنه الكهربيه بين النقطتين تزيد الشغل اللي انا ببذله بيزيد بنفس النسبه، وبالتالي العلاقه ما بينهم هتبقى علاقه خط مستقيم بالشكل ده. طيب الميل هنا هيساوي ايه؟ الميل هيساوي دلتا دبليو على دلتا كيو. وطبعا احنا قلنا لو اي علاقه بتبدا من الصفر وصفر، فالدلتا دبليو على دلتا كيو هي نفسها الدبليو على الكيو، بمعنى انت لو خدت اي نقطة ورسمت الصادي على السيني كأنك بالظبط جبت الميل، لان ده ناقص صفر على ده ناقص صفر هي نفسها ده على ده. وطبعا ال W على ال Q هو نفسه فرق الجهد ما بين النقطتين، وبالتالي بيساوي 2 على 1 اللي هي 2 فولت. 2 على 1 المفروض هنا في 2 فولت، بعتذر
ده 2 من 10، ده كولوم وده جول، تمام. يبقى دي 2 فولت معلش.